منور الكاميرا. اهلا وسهلا بكل متابعينا متابعي موقع بصراحة الاخباري في كل مكان، مع حضراتكم من داخل محكمة جنايات شمال القاهرة. بعد لحظات لحظة النطق على المتهمين، ثلاث متهمين في قضية طبيب الساحل المعروفة اعلاميا طبعا بهذا الاسم الدكتور اسامة صبور، طبعا تم مقتله على يد صديقه وزميله الطبيب احمد شحتة، واللي كان بيعمل طبيب عظام في معهد ناصر، ايضا على يد عامل ومحامية أيضا متهمة في هذه القضية. وصول المتهمين منذ لحظات إلى قفص الاتهام، وفي انتظار طبعا لحظة النطق بالحكم بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية خلال الجلسة الماضية اللي عقدت بتاريخ 8 أكتوبر الماضي. طبعا كان تم إحالتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية ولحظات، ويتم نطق الحكم في هذه القضية اللي شغلت الرأي العام المصري. إسراء معاك شبكة اتصال ولا؟ انزل بشعرك معايا كله، انزل. زي ما حضراتكم متابعين طبعا وصول المتهمين، ثلاث متهمين في قضية طبيب الساحل إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة هنا في مجمع محاكم العباسية، لانتظار طبعا لحظة النطق بالحكم بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية خلال الجلسة الماضية اللي عقدت بتاريخ 8 أكتوبر الماضي. طبعا
في انتظار او دقائق قليله وتم اصدار الحكم على الثلاث متهمين في هذه القضيه. الدكتور اسامه صبور طبعا تم مقتله على يد صديقه احمد شحته، طبعا طبيب العظام في معهد ناصر، وايضا المحاميه ايمان، وايضا عامل في العياده الخاصه بالمتهم الاول، محاميه وعامل كان اشترك في هذه الجنايه. النيابه العامه وجهت تهمه القتل العام مع سبق الإصرار للمتهم الأول أحمد شحتة وكذلك المتهم الثاني. أيضا المتهمة الثالثة إيمان اشتركت في عملية استدراج المجني عليه، وأيضا جاءت بالعقاقير أو المخدر اللي تم استخدامه في أيضا هذه الجريمة المأساوية اللي تم ارتكابها في شهر يونيو من العام الحالي. اخبرني ان شاء الله عليك.